الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بلدنا في أمريكا، يقول قد أسلم بعض المغنين ودخلوا في الإسلام، وأصبحوا يلقون محاضرات لدعوة الشباب إلى الدخول في الإسلام وترك الكفر، ولكنهم يذكرون أحيانا في محاضراتهم ما كانوا عليه في السابق من معاصي وذنوب، فهل فعلهم هذا صحيح؟ ما هو صحيح ذكرهم، أما دعوتهم الناس هذا طيب، وأما ذكرهم للمعاصي التي حصلت منهم فهذا لا، غير سابق. يتوبون خلاص، يتركون ذكرها إلا فيما بينهم وبين أنفسهم، يذكرونها فيما بينهم وبين أنفسهم لأجل الندم عليها والاستغفار، أما ذكرها للناس فهذا ربما يجري الناس المستمعين. نعم.